السلام عليكم. سؤال بيقول هل اني احس ان بعد مثلا معرفة ريفيت ونافس ووركس وبرمجة وفي نفس الوقت بحس ان مش عارف حاجة او حاجة ناقصة او اني لسه ضعيف، هل دي ظاهرة صحية؟ اه ظاهرة صحية، مفيش اي مشكلة خالص. اللي هيخليك تاخد ثقة في نفسك ان انت تشتغل في مشاريع مع فريق، يعني لو في مشروع ومعاك فريق وشغل حقيقي ده هيديك ثقة بنفسك ان انت اديت المطلوب منك. فمجرد بس ان انت تحط المعرفة اللي انت عارفها دي في اختبار حقيقي ومشروع حقيقي ده كافي جدا، وهيديك ثقة بنفسك وهعرفك ايه اللي ناقص فيك، ايه اللي ناقص عندك. يعني مثلا في حاجة معينة مش عارف تعملها، هتجتهد وتعرفها. يعني حتى لو انت قعدت تتعلم كورسات والحاجات دي كلها، شغل حقيقي كل مشروع جديد بتلاقي مشكلة ما كانتش موجودة في المشاريع اللي قبل كده، فتبدأ ان انت تحلها فتكتسب ثقة في نفسك. فتوكل على الله وابدأ اشتغل مشاريع اكتر من مشروع، ده اللي هيخليك تعرف ايه الحاجة اللي انت تركز عليها عشان تطور من نفسك.